السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، أتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، هذا اللي هو تتمة مراجعة ديال الكيمياء لا شيمي، دونك بوغ لا دوزيام اني بكالوريا. معكم الأستاذ علاء الدين، لا بلاتفورم أجي تفهم أكاديمي. اللي مازال ما سجلش في لا بلاتفورم، ما عليه إلا أنه يدخل هذا الرابط هذا اللي مشار أسفل الشاشة، أو يتصل بالرقم الموجود أسفله. دونك كنا شفنا في الفيديو الاول كميه الماده، الفيديو الثاني كنا شفنا جدول الوصف الطابلو دافونسمون. اليوم غادي نشوفوا واحد مراجعه ديال واحد الدرس اللي شفتوه في السنه الاولى بكالوريا، والتحولات الحمضيه القاعديه، واللي كيشكل واحد نسبه كبيره من المقرر ديال الثانيه باك في الكيمياء. راه ضروري هذا الدرس غادي تصادفوا معاه مزيان، وضروري خاصك تكون ضابط القواعد ديالو لهذا، فحتى هو دخلته في هذه السلسله ديال المراجعه. دونك ترانسفورماسيون أسيدو بازيك، التحولات الحمضية القاعدية التي تتم بين حمض وقاعدة، كي سيفيكتو اونتخ ان اسيد اي اون باز. دونك قبل ما غادي نبداو بالتحولات، أول حاجة نديرو ان بتي غابيل. دونك اون ديفيني لاسيديتي، الحمضية ديال واحد المحلول، ولا القاعدية ديال واحد المحلول. الحمضية لاسيديتي، القاعدية لابازيسيتي. القاعده ديال سوليسيون واحد المحلول غراس ا سون بي اش، طبيعه الحال الا كان عندك البي اش انفيريور ا 7، صغر من 7، فكنقولوا ان سوليسيون اسيد، محلول حمضي. البي اش الا كان كيساوي 7 كنقولوا سوليسيون نوتر، محايد. و الا كنا تنقولوا ولا كانت عندنا بي اش كبر من 7 كنقولوا محلول قاعدي، دونك سوليسيون بازيك. هذه راه معروفه هذه المساله، صافي فاهمين. دن كلكو اكزامبل ايسي، عندنا بار اكزامبل الخل، الفينيغر بي اش ديالو يساوي 3، دونك سوليسيون اسيد حمضي. حمضي لو لي بي اش ايغال ا 7 نوتر، يعني محايد. اسيد كلوريدريك، حمض كلوريدريك بي اش ديالو كيساوي 1، اذا صغر من 7 فهو حمضي. و سوليسيون ديدروكسيد دو صوديوم، يعني هيدروكسيد صوديوم، بي اش ديالها اكبر من 10، دونك سوليسيون بازيك قاعدي. دونك هاد الامور واضحه، هادي راه الامور ديال الاعدادي، حاولنا اننا نعاودوها هنايا. دونك سي كوا مانتنو اون رياكسيون اسيدو بازيك، معادله تفاعل حمض قاعده. تفاعل حمض قاعده اسيدو بازيك، دونك سي اون رياكسيون، هي واحد التفاعل ها كاركتيريزي بار كوا، بار ان ترانسفير de protons H+ entre les réactifs un acide et une base. Donc c'est un transfert, يعني انتقال. مثلا عندك ما بين اسيد وباز عندك انتقال ديال واحد لو بروتون H+. شنو هو بروتون H+؟ هو ذره ديال الهيدروجين فقدت الكترون وكتولي عندها اون شارج بوزيتيف، صافي. هذا هو اللي كيتسمى بروتون، بروتون بالعربيه. دونك سي ان ترانسفير، يعني هاد التفاعل هذا شنو كيحدث فيه؟ كيحدث فيه انتقال ديال اش بلس من لاسيد للباز، صافي. هذا هو اللي كاين. بالنسبه للاسيد فهو اللي كيعطي البروتون اش بلس، ولا باز هي اللي كتاخذو. هادشي اللي غنشوفو في لا ديفينيسيون دان اسيد سلون برونسيد. دونك برونسيد قالنا بان الاسيد سي اسبيس كيميك، واحد النوع كيميائي كابابل دو سيدي ان بروتون، يعني يعطي بروتون، صافي، لور دون رياكسيون كيميك. Pour une molécule, par exemple, l'acide qui fait ce qui est en général, qui est soit AH, soit qui est H+. Par AH. AH, c'est ce qu'on a dit. Maintenant, je vais vous HCOOH. Donc, c'est un acide. Finalement, il y a A. A, il y a HCOO. Il y a A. Donc, qui est ce AH. يعني واحد الغاديكال هنايا زائد واحد الذره ديال الهيدروجين، فهمنا. هذا هو اش. دونك هاد اش هذا شنو كيدير؟ كيتفكك، يعني علاش؟ لان الاسيد كيعطي ان بروتون، يعني كيتفكك. اش غادي يعطيك؟ كنديرو في لي دومي ايكواسيون، دوك كيتسموا لي دومي ايكواسيون، غادي يعطيك لا باز ديالو اللي هي ا موان، يعني غتبقى لك غير هاد او غنديرو عليها موان، غتعطيك اش سي او او موان بلس اش بلس، صافي. دونك HCO H كيتفكك كيعطيك HCO او موان بلس H بلس. هذاك H بلس طبيعة الحال هو اللي غتمشي تاخدو لاباز. شوفو لا ديفينيسيون ديال هذا بالنسبة للموليكول. ممكن انه يكون على شكل ايون هاد لاسيد هذا، بحالاش نعطيكم اون اوتخ اكزومبل.
pour les ions, كيفاش كيتكتب لينا الاسيد؟ كيتكتب على شكل AH بلس. AH بلس بحالاش؟ بحال NH4 بلس. هذا ليون دو لامونياك. ها هو لامونياك عندك هنايا، عفوا لامونيوم. لامونيوم دونك ليون دو لامونيوم كيعطينا، اذا غنحيدو منه اش بلس، غنحيدو منه اش بلس. شحال عندك من اش؟ عندك 4. دونك شحال غادي تبقى لحيدتي اش؟ غتبقى 3. دونك ان اش 3 لامونياك سي اون باز. اها وهذاك اش بلس، وهذا بحال هكا صافي بلس اش بلس. بالنسبه لا باز، لا باز سولون برونشيد، القاعده، القاعده شفنا التعريف الحمد وشفنا التعريف دابا غنشوفو تعريف القاعده. دونك سي اون اسبي شيميك، نوع كيميائي كابابل دو كابتي. دونك كابتي ياخذ او لا اخذ، قادر على اخذ البروتون اش بلس لوغ دون رياكسيون شيميك. نمشيو نشوفو بحال اخر مثال خدمنا عليه، بحالنا بوغي موليكول، بحال مثلا ان اش 3. ان اش 3 سي اون باز، دونك سي اون باز كابابل دو كابتي. دونك كابتي سي غاني، غاني سي لو سين بلس، كتربح كدير اشاره زائد. دونك بلس اش بلس قادر على اخذ اش بلس، وغادي تجمع اش غادي تعطيك ان، وشحال من اش؟ 3 و 1 هي 4. دونك ان اش 4 بلس. هاي اذا هذه الحاله الاولى ديال لي باز، ممكن انه تلقاهم على شكل موليكول بحال هكا، ممكن تلقاهم على شكل ايون. بحالاش الايون كيفاش كيتكتب؟ على شكل بي اش موا، عفوا بي موا. بي موا بحالاش؟ بحال مثلا سي اش 3 سي او او موا. هاي هذه كلها هي بي. هاد لا باز هادي يعني كابابل دو كابتي ان اش بلس. دونك بلس اش بلس اش غتعطيني؟ غتعطيني بي اش بلس، يعني غتلصقها بي مع اش بلس. اش غتعطيك؟ سي اش 3 سي او او اش. لاحظ معايا هاديك الموا مع بلس شحال كتعطيك؟ راه كتعطيك زيرو، هي لا شارج زيرو. لا شارج زيرو ما تنكتبوهاش، فهمنا؟ دونك هادي هي لا ديفينيسيون دون دون باز. دابا انا ديفينيت ليكم لاسيد وديفينيت ليكم لا باز، او ميم طون وريتكم كيفاش ديرو، كيفاش ديرو لا رياكسيون او لا دومي ايكواسيون ديال 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 لا رياكسيون اسيدو بازي. صافي فهمنا؟ دومي ايكواسيون، نصف معادله، نصف معادله وماشي ماشي معادله كامله. Maintenant, on va passer à la notion du couple acide sur base. Acide sur base. Et donc, il y a là, c'est une notation. Le couple il est constitué de quoi? D'un acide et d'une base qui se transforment l'une en l'autre par un transfert de protons. Quand le couple comme ça, une fraction, acide sur base. Acide, H+. على A moins ياك. وهنا كي كومبيناتهم ان ترانسفير دو بروتون H بلس، يعني ممكن ان هاد AH هذا يتحول لك ال A moins باغ 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 سي دي ان بروتون H بلس، ولا هاد A moins هادي ممكن انها تحول ل AH حتاني باغ كابتي ان H بلس، باغ كابتي ان H بلس، يعني باكتسابها لهذاك لهذاك البروتون. ممكن كاين تقدر تكتبها بحال هكا، مثلا تكتب بي H plus LFB. L'acide est la base d'un même couple, on dit conjugué. Murafiqa. Murafiqa. Donc on dit que l'acide, par exemple l'acide CH3COOH et la base Diallo CH3COO-, on dit que CH3COO- c'est la base conjuguée de CH3COOH. Par exemple, on dit NH4 plus sur NH3. Donc NH3, c'est la base conjuguée de NH4 plus. Nous avons NH3 ou le cas de Murafiqa, NH4 plus. Ça veut dire maintenant, on va faire un exemple pour mieux comprendre. D'abord, nous avons des couples acide-base. Nous avons des couples les noms d'Yalom, Smiad d'Yalom. On va dire que la demi équation protonique. Il y a une équation protonique. Donc, dis une équation protonique, je vais commencer par l'acide. NH4 plus NH3. Donc, ça va être NH4 plus, l'acide, NH4 plus. C'est ce que je vais dire, acide. Acide, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un proton, qui est
سيد ان بروتون دونك ديريكتومون ما غنديروش بلوس ديريكتومون. اشنو غادي يعطيني لا باز كونجوغي ديالو؟ شنو هي لا باز كونجوغي ديالو؟ هي ان اش 3 دونك ان اش 3 بلوس اش بلوس بحالنا في الرقم. دونك هذه لا دومي ايكواسيون بروتونيك. نشوفو دوزيام كوبل سي اش 3 سي او اش على سي اش 3 سي او او موان، هذا ديجا شفناه. دونك سي اش 3 سي او او اش حتى هو سي ان اسيد دونك il cède un électron. Donc CH3 cède un proton, c'est pas électron. Donc CH3 CO moins plus H plus. On passe. H CO3 moins sur CO3 de moins. Donc H CO3 moins. Ah, ça s'attaque. Ça s'attaque CO3 de moins plus H plus. Tu vois maintenant? Le dernier couple. Les solutions d'oxyde de carbone et l'ion de hydrogène carboné. Donc CO2, virgule H2O. Et là, donc on va dire CO2, virgule H2O, qui est le plus important pour le dialogue de l'oxyde de carbone. Je vais dire hydrogène carboné. Hydrogène carboné, c'est HCO3- plus H+. Sur H+. صافي دونك هكا كنكتبو من الكوبل تنكتبو لا دومي ايكواسيون بروتونيك. فهمنا؟ دونك يكون عندنا واحد الكوبل اللي هو مميز اللي هو لو كوبل دو لو ولا لي كوبل دو لو بجوج. دونك لو سي ان انفوليت انفوليت بالعربية تنقولو لي انفوليت نيت ياك انفوليت اي لابارتيان ا دو كوبل اسيدو بازيك يعني كينتمي لجوج ديال مزدوجات حمض قاعدة. المره الاولى هنا في المزدوجه الاولى فهو كيلعب دور اون باز يل جو لو رول دون باز كيلعب دور قاعده ها هو لاحظوا معايا فهاد لو كوبل ديال اش 3 او بلس على اش 2 او وفي المره الثانيه اولا في لو كوبل الثاني كيلعب دور لاسيد ها هو يل جو لو رول دو لاسيد يلعب دور الحمض في هاد المزدوجه هادي هنا كنحط خطا هنا اش او موان اش او موان مزيان. دونك دابا شنو عندنا؟ عندنا الا بغينا نكتبوا لي دومي ايكواسيون دونك اش غادي نديرو؟ ها هو عندك لاسيد هو اش 3 او بلس. دابا لاسيد ديما كيكون فوق في الكوبل لاسيد كيعطي مباشره كنديرو دو فليش. اشنو غادي يعطيني؟ غادي يعطيني اش 2 او لا باز بلس اش بلس. شفتو؟ اذا هنا هو لعب لنا الدور ديال لاسيد. نشوفو هنا لعبنا الدور ديال لا باز. نشوفو الحاله الثانيه اش 2 او دونك هو هنا لعب لنا دور لاسيد دونك هنا غادي يفقد غيفقد ان بروتون اش يعطيني؟ يعني اش او موان بلس اش بلس. دونك ردوا البال من اللي من 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 لو لو راه كينتمي لجوج ديال المزدوجات حمض قاعده الى بارتيان ا دو كوبل اسيدو بازيك. تفهمنا؟ دونك هادو هما لي دومي ايكواسيون ديال بيان. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه للو. ندوزو لي زانديكاتور كولوري الكواشف كواشف ملونه. شنو هما دي زانديكاتور كولوري؟ سو سون دي سوليسيون كنديروهم في الدوزاج. حتى الفيديو الاخر غنشرح لكم الدوزاج. هادو كواشف ملونه تكشفوا لينا واش الوسط حمضي اسكو لو ميليو اي اسيد ولا اسكو لو ميليو اي بازيك. كيكشفوا لينا واش الحمض وسط يعني واش الوسط حمضي او لا قاعدي. دونك هنايا كنقدروا نرمزوا ليهم باش كنقدروا نرمزوا ليهم اش اي ان انديكاتور سور اي ان موان سور اي ان موان لو شونجمون دو كولور دو لانديكاتور عنده واحد لا فالور ديال بي اش. علاش؟ انك ملي غادي تغير نتايا داك لانديكاتور ملي كيغير اللون ديالو من وسط لوسط راه غادي يتبدل معاه، راه هذا كيعني ان البي اش ديالو كيتبدل. ان البي اش ديالو كيتبدل. شوفوا معايا هنايا في هاد لي زيكزامبل لي عطيتكم لو بلو دو بروموتيمول بي بي تي مثلا ملي كيكون اسيد راه كيكون جون في ميو اسيد كيكون جون والبازيك كيولي بلو في الزون دو فيراج ديالو. شنو هي الزون دو فيراج؟ هي فين غادي تغير اللون البي اش اللي غيتغير عليه اللون. امتى غيتغير اللون من الاصفر للازرق؟ غيتغير لوغسكو لو بي اش اي اونتر 6 اي 7.6 يعني ما بين 6 و 7.6. الهيليانتين الهيليانتين لا كولور ديالو لاسيد هي لو روج والكولور ديالو البازيك هي لو جون. وفين كيتبدل لو بي اش ديالو؟ كيتبدل ما بين 3.1 و 4.4. الفينولفطالين ان كولور فلاسيد ما عندوش لون فلاسيد ولكن في لاباز كيولي روج فيولاسي. امتى كيتبدل لينا؟ شنو هي الزون دو فيراج ديالو؟ بي اش ما بين 8.2 و 10. فهمنا؟ اذا هادو
كما قلت لكم هما لي زانديكاتور كولوري. سي ان كوبل اسيد باز، غير الاسيد كيكون عنده واحد لا كولور ولا باز كتكون عندها واحد لا كولور. وفي زون دو فيراج، منطقه الانعطاف ديالو، كاين واحد المجال، واحد الانترفال ديال بي اش اللي كيتغير فيه من الاسيد لا باز وكيتبدل لا كولور. هاد لي زانديكاتور كولوري، الكواشف ملونه، غادي نعتمدوا عليهم في الدوزاج ان شاء الله في الفيديو رقم 6. Maintenant, on passe à l'équation chimique d'une réaction acido-basique. D'abord, là, on a l'acide, on a la base, on a le couple acide-base, on a les couples de l'eau, l'infolyte, on a les indicateurs colorés. Maintenant, on va voir comment qui fait que une équation chimique d'une réaction acido-basique. Donc, une réaction acido-basique fait intervenir deux couples acide-base. On a deux couples pour que tu vois l'équation. On a deux couples. Pour obtenir l'équation de réaction acido-basique, on peut additionner les deux demi-équations de chacun des couples acide-base mis en jeu. La réaction entre l'acide 1 et la base 2 appartenant respectivement au couple acide-base 1 et acide-base 2. Par exemple, avec le couple numéro 1, couple 1, il y a AH1. على A موان واحد. لو كوبل دو مزدوجة جوج هي A H دو سيغ A دو موان. غادي نكتبو لا دومي إيكواسيون ديال الأولى وديال التاني. A H واحد غادي يعطيني A موان واحد زائد H بلوس. A H دو غادي يعطيني A دو موان بلوس H بلوس. دابا هما لي دومي إيكواسيون عندي، غير هو هنايا خاصني نرد البال. غادي ندير الجمع، ندير لاديسيون، ولكن الا جيت نجمع غادي خاصني نجمع وما يبانوش ليا لي بروتون في الاخر، ما خصش يبان هذاك البروتون كاع. الا مشيت جمعت بهذه الطريقه اللي حطيت دابا قدامي هنا غادي نغلط. علاش؟ اش غتعطيك؟ غادي نجمعهم طرف بطرف، غتعطيك ا اش واحد زائد ا اش دو سهم، ياك؟ اش غتعطينا؟ ا موان واحد زائد ا دو موان زائد اش بلس و اش بلس غتعطيني جوج اش بلس. خطا، هذه ماشي ايكواسيون اسيدو بازيك. دونك الحل شنو هو؟ الحل هو كالتالي، خاصك ضروري تانفيرسي وحده، تخدم باسيد كوم رياكتيف، وفي المعادله الثانيه تخدم باز كوم رياكتيف. خاص علاش؟ لانك انت كدير رياكسيون اسيدو بازيك، دونك ما بين اسيد وما بين باز. انا في الاول الغلط اللي درناه هنا شنو هو؟ الغلط اللي درناه هنا هو اننا درنا لا رياكسيون اونتر اسيد اي اسيد، وهذا خطا، تفهمنا؟ دونك خصنا نديرو رياكسيون اونتر باز اي اسيد. دونك الحل شنو هو؟ هو اننا غادي نقلبو وحده فيهم، يعني خاصنا نتعاملوا مع اسيد كوم رياكتيف وناخذوا اون باز كوم رياكتيف. اذا مثلا انا نقلب الثاني، يعني غادي تعطيني ا 2 موان بلس اش بلس دو فليش غادي تعطيني ا اش 2. دابا نجمع، الى جمعت دابا اش غتعطيك؟ ا اش 1 زائد ا 2 موان زائد اش بلس، كنجمع طرف طرف، جمعت هادو هادو هما الاولين حتى كنساليهم وكندير فليش، وكتعطيني دابا وغيبقاو لي غير هادو ا موان 1 بلس اش بلس بلس ا اش 2. شوفوا معايا دابا، كنلاحظوا بان اش بلس كيبان لينا في لي دو كوتي دو لا رياكسيون، ممكن نحيدو. اذا كتبقى لي دابا هذه ليكواسيون اسيدو بازيك، او لا رياكسيون اسيدو بازيك ديال هاد لي دو كوبل هادو. لاحظوا معايا ا اش 1 مع ا 2 موان كتعطيني ا موان 1 زائد ا اش 2، وممكن انني نكتبها على هاد الشكل هذا، ممكن انا ندير هاد الاختصار هذا. هاي ا اش 1 مع ا 2 موان كيعطيني ا اش 2 مع ا موان 1، هادشي اللي خرج لينا صافي. اجي نشوفو اكزرسيس دابليكاسيون باش نفهمو اكثر. دونك اون فا اكريغ لا رياكسيون اونتر اش او موان اي سي اش 3 سي او اش، وانا هنا عطيتكم لي كوبل ديالو. دونك خاصنا نكتبو لي دومي اكواسيون، يلا نكتبو لي دومي اكواسيون، نكتبو ديال الاولى. دابا شوفو هنايا اشنو التمرين اش قال ليا، قال ليا خاصك تكتب ليكواسيون دو رياكسيون ما بين سي اش 3 سي او او اش، يعني خاصني ناخذ سي اش 3 سي او اش كوم رياكتيف كمتفاعل. اذا غنكتبها سي اش 3 سي او اش سي ان اسيد، ها هو الكوبل اللي كيقول ليا سي ان اسيد. دونك سي اش 3 سي او او اش اش غادي يعطيني؟ سي ان اسيد كيفقد يسد، دونك سي اش 3 سي او او موان بلس اش بلس. احنا درنا دومي ايكواسيون الاولى، دومي ايكواسيون الثانيه. شوف معايا دابا شكون هو الرياكتيف؟ هو اش او موان، و اش او موان سي اون باز، دونك هو اللي غنبداو به دابا. سي اون باز، باز حسب التعريف، حسب لا ديفينيسيون، اي بيرميت دو كابتي، دونك كابتي خصنا نزيدو حداها اش بلس.
دو فلاش اش غتعطيني؟ غتعطيني لاسيد كونجوغي ديالها اللي هو H2. نجمع دابا ندير ليكواسيون بيلون، ليكواسيون بيلون دونك هادو دو ميلون ايكواسيون انصاف معادلات، وهذه المعادلة الحصيلة ايكواسيون بيلون، ايكواسيون بيلون دونك غتعطيني يلا نجمع طرف طرف. اش غتعطيك؟ نبداو بالطرف الاولاني سي اش 3 سي او او اش بلس اش او موان بلس اش بلس. سالينا مع الطرف الاول دوز ديرو السهم دوزو الطرف الثاني سي اش 3 سي او او موان بلس اش بلس بلس اش دوزو. لاحظوا معايا ها هو اش بلس كيبان لينا هنا وهنا، نقدروا نختزلو، الا اختزلنا سامبليفينا نقدروا نحيدو بمره. دونك احنا حصلنا على ليكواسيون دو رياكسيون اونتر اش او موان اس سي اش 3 سي او او اش. دونك لاحظوا معايا ها هو اسيد واحد زائد لاباز جوج، او لاسيد واحد هنا لاباز جوج. اش كتعطيك؟ كتعطيك لاباز واحد زائد اسيد جوج. صافي دونك هكا كنكتبو ليكواسيون بيلون دو لا رياكسيون. اذا نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو هذا، ولا عجبكم خليو جيم وبارطاجيو مع اصدقاء ديالكم، وكنتمنى لكم حظ سعيد في هذا السنه ان شاء الله. تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.